هاني جيت بنات عاودت وليت معاكم. كنت حاسبه روحي غير انا في هذا الكوكب اللي راني نعاني وراني نسوفري، وكنت حاسبه روحي غير انا اللي عندي هاد المشاكل. مسكينه، هذا ميساج ولا كومونتير ديته من عند اخوات اللي كانوا كاتبين الميات تاع لي كومونتير. قلت انا كنتمنى اليوم قبل غدا يعني باش نعطيها كاشي، ولا غير باش نخرج من داري ونبقى نبكي حتى في قلبي غير سكت. كنت قبل شويه ولكن من بعد موت بني خلاص. هذا هو الاكتئاب حد ذاته. شوفوا اخواتي، انا ماني طبيبه، ماني اخصائيه، ماني بسيكولوج، انا انسانه حنان مرت ماجد، نبارطاجي معكم غير الحاله اللي صراو لها، نبارطاجي معكم اكسبيريونس تاعي، نبارطاجي معكم حاجه صرات لي انا، وانا يعني كيفاش قاومتها ولا واش صرالي ولا يعني انا تقريبا نبارطاجي معكم غير حياتي، ما نعطيكمش طاقه سلبيه، مي نعطيكم بلي فوالا واش صرالي. هذا ما كان. شوفوا خواتاتي، هذا الميديكامون غادي نكتبها لكم، نحطها لكم هنا التصويره تاعها هنا صاي باش تشوفوه بيان. هذا ما يتمدش بالفارماسي، يتمد بلوردونونس، وبيان سيغ ماشي اي وحده غادي تروح تشري وتشربه. هذا غير هرمون السعاده، هذا غادي يكون داخلي في جوجل تقريح، غير تقيه يحبس من القلق. يشربوه ثاني لي فام اجي اللي عندهم 60 عام 70 عام، هذوك اللي يكونوا اغريسيف يشربوه. الناس هو هرمون السعاده صحيح خواتاتي. هذا ماني اعراض تاعه ماهوش اعراض سلبيه، اعراض سلبيه وين هما كتحبسيه انتيا، يعني ماشي تكوني تشربي تعطي العقل تاعك واحد الهرمون هرمون هرمون ومن بعد يحدو نهار تقطعيه داكو، يعني تقطعيه يعني بالدرجه. هو فيه 10 في 10 مليغرام ها ولا، يعني كي تبقي تقطعيه بنص حبه، تشربي نص حبه ونص واه ونص لا نص حبه نص حبه، حتى يجي واحد النهار اللي الكور تاعك تادابتا كاع وما توليش تشربيه. اللي قالت لي انايا اسكو تجيك الدوخه، كانت تجيني الدوخه، كانت تجيني الزغلله، كانت تجيني البكيه، كانت تجيني الغمه هنا، كانت تجيني دقات القلب غير منتظمه. اون بليس دي سا الوسواس يطلع لا طونسيون البنات، اون بليس دي سا كون ما تعالجش اكتئاب ديبريسيون هذا ولا لونغواز يولي لك لا طونسيون. والاكتئاب بحال ذاته موت بطيء، يعني تشوفي كاع الناس عايشه وانت ما راكش عايشه غايه صحيح خواتاتي. المهم تو كنصورها لكم خواتاتي، ها هو الكاش تقع ليا ما غاديش يمدوا لكم بلا لوردونونس، وما غاديش تعطي غير هكا، تعطي الطبيب تاعك وريه لها، هي غيتفهمك، روحي وريه لها غيتفهمك وتقول لك فوالا فوالا فوالا، ودخلي في اليوتيوب تشوفي كاع الناس تشربه عادي. انا ماني قلت لكم ماني طبيبه، ماني بسيكولوج، ماني اخصائيه، انا نبارطاجي معكم غير الحاجه اللي انا استعملتها في حياتي. وغدوة ان شاء الله كاين وصفه تاع قولون عصبي اللي استعملناها انا وماجد وريحنا عليها بيان سيغ. غدوة ثاني كاين فيديو جديد نبارطاجي معكم خوتي. هذا لاباج تاعي تاع تيك توك راها متنوعه، بيع فلوغات روتينات وصفات نصائح، يعني كيما قلت لكم حياتي انا، ما نجبد على الناس، ما نحكي للناس، ما نحكي حاجه ما شفتهاش انا، حاجه درتها في حياتي وهذا هو البنات اللي ريحت منه. يعني شوفوا صليت، قريت سوره البقره 40 يوم، طاوني قالوا لي بلي دوشي بالصدره، المهم درت حتى عند البسيكولوج وصلت، حتى عند البسيكولوج، البسيكولوج يقول لي روحي البحر جمعي خوي قلبك ابكي، ورحت خويت قلبي وجمعته وتعاود تولي هذيك الحاله، يعني يولي داك الضغط اللي هنا، يولي داك الضغط اللي هنايا، يولوا الاعصاب تاعك متشنجين، تولي عندك كآبه، تولي وجهك ماشي شباب، ولي شعرك يطيح. انا حتى الحمد لله هذا باش نقول لكم، اختي جات عندي صغيره حتى قالت لي حنان راكي تباني لي سمنتي، باسكو البنات من الكاشي، كاشي البنات هو ثاني يعطيك راحه البال، يخليك تاكلي، يخليك تشوفي الدنيا بنشاط. هذا هو خواتاتي، ونتمنى اللي تشربه وتولي عندي وتقولنا بلي كيفاش عام وحده متتبعه شربته وقات راحته عليه. بصح راني قلت لكم بلا، ماشي بلا لوردونونس، الطبيبه تاعك يتبنه لك والطبيبه تاعك جينيراليست. انا فوت في البلاد عند بسيكولوج، والبسيكولوج ما يمدش الدواء، هو غير نصحني قال لي روحي البحر. وكي ولات عندها في الجلسه الزوجه قلت لها مشاوره لفرنسا وزعما ما ريحتش، قال لي ماركي لك هذا الدواء ما تشريش هنا في البلاد، قال لي بيسك زعما راكي مشاوره ماذا بيا تشري في فرنسا، تحكمي التخاتمو تاعك تما. عباكي جت هنا عطات لي الطبيبه تاعي وفرحت وقالت لي غادي تريحي عليه، والحمد لله خواتاتي هذه هي. دوك نصورها لكم، ما تنسيش ديري لي جامع هنا وكاع حبيبتي، وجزانا الله وجزا كل واحد لهم حاجه ايجابيه وحاجه تخير. هذا ما كان خواتاتي، سلام، بارطاجوا اللايف.